حضر عندك 100، حضر عندك 1000، حضر عندك 5، هو الهمة هي الهمة في التعليم. ما هو لما يحضرون عندك 10,000 همتك تكون عالية، ولما يحضرون عندك 10 أشخاص بس هكذا تقرأ تخليص حق يعني مخارجة وتنتهي. لا، كان شيخنا، كان شيخنا الحبيب أبو بكر المشهور حفظه الله، طلبت منه ترتيب درس في منزل الوالد في جدة أيام الصغر في السن، وقلت له سأدعو الناس الذين لا يعتادون المجالس، كنا نقرأ عليه في هذا الدرس الذي دعونا له الأقارب والأصحاب، نقرأ في رياض الصالحين الإمام النووي يشرح، ثم بعد ذلك نقرأ في سفينة النجاة بعد قراءة رياض الصالحين في نفس المجلس في الفقه الشافعي للمبتدئين. فجاء في أول مجلس، ما شاء الله كان المجلس ملآن عندنا في البيت، وكان الدرس في كل أسبوع، ثاني مجلس، ثالث مجلس، بعد 10 مجالس الناس الذي بدأ ينشغل والذي ما هم طلبة علم يعني. يوم من الأيام التفتت ما وجدت حولي إلا 5 أو أقل أو أكثر، 1 أو 2، فشعرت بخجل شديد من الشيخ عندما جاء، من الحبيب أبي بكر. فلما لاحظ هذا في وجهي قال لي اقرأ، لو ما بقي في الدرس إلا أنا وأنت بنستمر في الدرس، هو الدرس. فإذا به يشرح شرحا شرح الخريت، وكأن المجلس غاص وممتلئ، لم تختلف همته في الشرح عندما صرنا في الدرس 5 عما كانت عندما كان المجلس ممتلئا.